وهي كواليس رحيل عصام الحضري اللي كان متواجد بالمناسبه النهارده مع الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي وبيشاهد مباراه سيراميكا كليوباترا وامبي طبعا، واللي انتهت بفوز امبي بنتيجه 1-0، وايضا مباراه الاسماعيلي والاتحاد السكندري وقيمه هذه المباراه وانتهت بتعادل الفريقين بنتيجه 1-1. كواليس رحيل الحضري وكلام كتير جدا على رحيل الحضري واخبار كتيره جدا عندك عن ازاي الحضري رحل الى منتخب سوريا والجهاز الفني الجديد للمنتخب السوري بقياده الارجنتيني هيكتور كوبر. طبعا في ناس كانت قالت ان في رصاص طائش وفي عربات كانت بتخش ببعضها وعامله نور وقعت واحنا كنا بنطلع نجري عشان في الخناقه ما بين ميكالي والحضري. من كتر الضحك الواحد ما يعني مش يا جماعه الناس اللي بتقول كانوا قاعدين جنب بعض النهارده كله ضحك يعني انا شايف وائل رياض بيضحك مع ميكالي مع كابتن عصام الحضري وهتوحشنا يا حضري كنت بتسال على اليورهات ليه يا لئيم كنت بتسال عشان تطلع بره فالجو ما فيهوش اي مشاكل فيعني مش شايف ان في ازمات وعلى فكره قصه ميكالي والحضري دي كانت من حوالي شهرين ثلاثه وكان في غلط ساعتها وتم معالجه الموضوع ما كانش بالطريقه ما عجبتنيش لكن دلوقتي الامور هادئه وصافيه الحضري هيخرج يبقى مدربا لحراس مرمى المنتخب السوري بجهاز هيكتور كوبر الارجنتيني ومعاه حبيبنا الدكتور الكابتن محمود فايز فده شيء كويس ان احنا عندنا حد بيمرن في اي منطقه من المناطق العربيه او الخليجيه او حتى الاوروبيه ده شيء جميل ففي النهايه يعني المعين لن ينضب عندنا اكتر مدرب حراس مرمى كويس يقدر يكمل المسيره ويشتغل مع ميكالي وعندنا ماتشات مهمه جدا وتصفيات كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه ان شاء الله منتخب الاولمبي يعديها بشكل طبيعي لكن لا في خناقات ولا في عواصف ولا في اتربه ولا في عمليه نور وقعت مفيش حاجه حضري راح مع الجهاز الفني لهيكتور كوبر على شان قياده المنتخب السوري والامور شبه يعني نقدروا فيها تسويه ما بينه وما بين الاتحاد المصري لكره القدم ولا الامور ممكن يبقى فيها مشاكل ممكن يبقى فيها العقد مثلا هيبقى يكون في شرط جزائي ولا اي حاجه مفيش انا مش شايف ان في ازمه تفتكر الحضري مش يا استاذ احمد ايه ما فكره الطموح ان انت منتخب اول او منتخب يعني كبير بيدي يعني بيدي يعني المشهد بشكل مختلف منتخب سوري برضو منتخب قوي وقدم مباريات قويه جدا سواء تصفيات كاس عالم اللي فاتت او تصفيات او نهائيات كاس الامم الاسيويه يعني منتخب قوي جدا يعني رغم بعض الظروف لكن فريق عنده كوره حلوه عنده اسماء كبيره يعني محترمه فبالتالي اعتقد ان التجربه تستحق ان هو ياخدها وده لا يعني ان الحضري يعني خان العهد وخان الوعد والكلام ده لا خالص الموضوع بسيط يعني نروح للاهلي في مونديال الانديه في المغرب واخر استعدادات الاهلي لهذه المباراه تاكيد الكل كان عايز يطمن على لاعبي النادي الاهلي على الاصابات على في اي مشاكل موجوده في وعلى لعيبه ريال مدريد عندنا قائمه الاصابات وهنقولها اكيد للساده المشاهدين بالمناسبه ريال مدريد كان عنده مباراه النهارده في الدوري الاسباني امام ريال مايوركا كانت الساعه 3 عصرا وهزيمه مفاجاه لريال مدريد مع اصابه الكورتوا قبل بدايه المباراه وهنتكلم اكيد على ريال مدريد خلينا نطمن الاول على بعثه النادي الاهلي وعلى لعيبه النادي الاهلي النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين الامور كلها اعتقد مستقره ما فيش اصابات بالمعنى المفهوم كان في ناس اتكلمت عن اجهاد لمحمود عبد المنعم كهربا لكن الراجل شارك ب 63 دقيقه في الماتش اللي فات اللعيبه كلها يعني بتؤدي بشكل رائع الروح عاليه جدا شفت كثير من الفيديوهات حتى في احتفال محمد شريف كانوا بيحدفوا التورته على بعض كان بيتفرج على اسماعيل ياسين وعبد الفتاح الازري ان الناس يعني عايشه حياتها بشكل كويس طبعا في نوع من البهجه في المعسكر بتاع النادي الاهلي وفي نفس الوقت في نوع من التركيز